من منازل في أقصى مدينة الحديدة إلى هذه المدرسة الواقعة وسط حي البعرارة في مدينة تعز، رحلة نزوح طويلة عانت منها مئات الآلاف من الأسر في شرق اليمن وغربها، جنوبها وشمالها. حطت الرحلة بأناس في مخيمات النزوح، وحطت بآخرين في المدارس، ومن لم يحالفه الحظ البسيط فقد سكن في العراء. أخرجتهم الحرب كما أخرجت ملايين المواطنين من السعادة إلى الشقاء، ومن الاستقرار إلى البؤس، ومن الحاضر المعلوم إلى المستقبل المجهول. في اليمن كل مكان لا تدور فيه الحرب يوجد فيه نازح، فالأرض مقسمة بين الحروب والنزوح. وحتى هذه المدرسة التي لجأت إليها 17 أسرة من محافظة الحديدة فقد عانت سابقا من الحرب الدائرة منذ أكثر من 5 أعوام. فصول دراسية حولتها الأسر إلى غرف ومساكن. أما أم مرام فإنها لم تعثر مع زوجها وطفلتها حتى على فصل دراسي واحد، ولهذا تبيت في السلالم. نازح بالدرج، ساكن لي 3 سنتين وهذه الثالثة، وين ساكن بالدرج، معي طفلة عايش بالدرج. بسبب النزوح متعرضة لأسوء التغذية، هذا الحين ما حصلش أي حاجة، أروح أستلم تغذية من السكنية، جابوا لي شهر، والشهر الثاني قالوا لي ما فيش عندنا فراشات ولا بطانيات. جابوا لي ناس من الجيران، ولا فرش هذه اللي بالأرض الحين فارش له، حصلت بالقمامة جابوا لي الأطفال، صبنت فرشته بالأرض، نرقد فوقني وبنتي وزوجي. ومن نحن 17 أسرة ونعاني، لأن نحن في مدرسة ونعاني من الأمراض المنتشرة هذه الأيام، خايفين من هذا الوباء الذي واقع علينا، خايفين من مرض كورونا. لو أجا نحن في مدرسة كيف بيكون البيئة؟ نحن المستنقعات تحت، نحن يعني عايشين عيشة مدرسة، ما نعرف لا نخرج ولا ندرك، حتى العيد ما طعمنا ولا حصلنا في طعم العيد زي ما كنا عايشين في بيوتنا. ما يشغل أذهان الأسر هنا هو البحث عن القوت اليومي والدواء وكيفية الهروب من ظلام القاتل الصغير كورونا. الطفولة السعيدة هذه قد يكون مصيرها التسول إذا استمر هذا التجاهل من الجهات الحكومية والمنظمات الإغاثية.